التركيب الآخر اللي راح تشترك فيه الحبليات مع بعضها هو الفارنكس. The pharynx is the region of the elementary canal exhibiting pharyngeal pouch. إذا الفارنكس هو عبارة عن منطقة من القناة الهضمية. تبرز pharyngeal pouches يعني تبرز أو تظهر pharyngeal pouches يعني أكياس أو جيوب بلعومية في الجنين. The pouches may rupture to the exterior from to form pharyngeal slit. هذه الباوتشز قد يصير بها تمزق نحو الخارج حتى تنطيني الشقوق البلصمية. This slit may remain through the life. هذه الشقوق البلصمية قد تكون موجودة طيلة فترة الكائن، ومثل هذا اللي نشوفه بالأسماك، تبقى الشقوق البلصمية موجودة ويستخدمها الكائن في التنفس وغيرها. Or they may be temporary، ولكن قد تكون موجودة لفترة معينة، اللي هي شنية مثل ما هي موجودة بالكائنات الفقرية اللي هي الريبتيليا والأمفيبيا انتهاء بالماموليا، فقط توجد في المرحلة الجنينية فترة مؤقتة وتروح تختفي. If they remain، إذا بقت هذه through the life خلال فترة الحياة، the adult يعني البلعوم في البالغ في الكائن البالغ is the part of elementary canal having a slit، راح يكون هو عبارة عن جزء من قناة هضمية تكون محتوية على شقوق مثل هذه القناة الهضمية اللي نشوفها بالأسفل. لكن إذا كان هذه الشقوق آنية أو وقتية مثل ما يوجد حتى في جنين الإنسان، The adult pharynx البلعوم في الكائن البالغ راح يكون عبارة عن جزء من قناة هضمية. لكن ايش في هاي القناة الهضمية وظيفته؟ ايش راح يكون وظيفته في هذه القناة الهضمية؟ Connecting the oral cavity التجويف الفموي بالإسوفيجس، راح يكون وظيفته فقط ربط القناة الهضمية او الاورال كافيتي التجويف الفموي بالمريض. هذه هي الفارنجيال باوتشز تشوفون، هذه هي الفرانجيال، هذا طبعا جنين لأحد الكائنات الفقرية. هذه الفرانجيال باوتشز، ما بين الفرانجيال باوتشز اكو شقوق، هذه الشقوق اما تستمر طيلة فترة الحياة مثل الأسماك او تختفي لاحقا مثل ما يحصل مثلا بالإنسان. Dorsal hollow central nervous system. The central nervous system invertebrate consists of a brain, spinal cord and neurosol. يعني إذا سألناك من شنو يتكون الجهاز العصبي في الفقريات، تكتب من الدماغ والحبل الشوكي وكذلك النيوروسول التجويف العصبي. Dorsal hollow nervous system are found only in vertebrate only in chordate animals. فقط هذا الصفة أو هذا الحبل الظهري العصبي المجوف فقط يوجد في الحيوانات الحبلية. Their dorsal location and the presence of cavity result from the fact that the central nervous system typically arises as a longitudinal neural groove in the dorsal ectodium. موقع الموقع الظهري لهذا الحبل وكذلك وجود التجويف خلاله يشير إلى حقيقة أنه النيرف سيستم ينشأ من longitudinal neural groove، معناتها خدود عصبي طولي في الإكتوديرم. يعني هسه لو نجي نوضح هذا الكلام عندكم، هذا الإكتوديرم بالأصل كان صفيحة مستوية. اللي راح يصير شنو؟ من الإكتوديرم راح تبدي يصير invagination، فد sink into the dorsal of dorsal body wall to form hollow neural tube. راح يبدي يصير sink، معناته ينخفض هذا الجدار ويبدي بالانخفاض لحد ما يكون لي longitudinal neural groove، خدود عصبي على طول الجسم. هذا الخدود العصبي ايش راح يكون لي؟ راح يكون بمرور الوقت راح يكون لي النيورال تيوب. ليش يسموه هولو؟ هولو يعني مجوف، يعني أنبوبة مجوفة. The tube is wider internal. هذا التيوب اللي راح يتكون لاحقا راح يتوسع في مقدمته، يكون لي
it become brain and ventricles، راح يكون للدماغ والفصوص الدمويه. هذا في بعض الكائنات، في اغلب الكائنات، لكن عندي بعض الفيرتبريت اللي هي تيلوستي اللي هي نوع من الاسماك اللي يسموها الاسماك العظميه، والجانويد فيش اللي هي الاسماك الجانويديه، والسايكلوستوم الاسماك ذكريه الفم، دو نوت فورم نيورال جروب. هذه الحيوانات ما راح تكون النيورال جروب، يعني بين قوسين الاكتودير مالتها ما راح ينبعج الى الداخل ويكون لي هذا الجروب، لا راح عندها طريقه اخرى. شنو هي الطريقه؟ انستيد ا سوليد فنترالي دايركتد نيورال كيل، راح يكون مباشره نيورال كيل، يعني دعامه عصبيه separate from pain. يعني ايضا هسه لو نشوف هذا المثال يوضح لنا، هذه هي التيلوستي، هذا هو الاكتوديرم. تلاحظون انه بالحيوانات الراقيه اللي صار انه من الاكتوديرم يصير invagination ويكون لي هذا الجروب، لكن هنا ايش راح يصير؟ نيورال كيل اللي هي الدعامه العصبيه ايضا راح تنخفض للاسفل وتبدي تستمر بالانخفاض الى ان تكون لي تجويف. هذا التجويف راح يتحول الى تجويف انبوبي، فيبدو ان انه هو عباره عن تيوب او جروب، لكن هي بالحقيقه هذا التكون ما جاي من جروب، جاي من صفيحه نسميها النيورال كيل. وهذا فرق مهم جدا اذا سالناك، وطبعا هاي من الاسئله المهمه، نقول لك قارن ما بين تكون الحبل العصبي في حيوانات المتطورة وحيوانات التيلوستي والجنويد فيش والسايكلو ستوما، فراح شو تقول؟ هناك راح يتكون من انبعاج او لونجتيودنال جروب في الاكتوديرم، وبعدين يبدي يستمر بالنمو الى ان يكون لي انبوب. اما هنا فراح يكون العكس، او بدلا من ذلك راح تكون سوليد فنترالي دايركتد نيورال كيل، راح تتكون لي صفيحة أو دعامة عصبية تنفصل إلى الأسفل وتبدي تنخفض سينك بيث، يعني تبدي تنزل للتحت للأسفل إلى السيرفس إلى تحت قريب من السيرفس أوف إكتوديرم، حتى بالنهاية eventually develops a lumen، راح بالنهاية راح تكون لي فراغ، هذا الفراغ راح يكون تيوبيولار. Through it had arisen from group، كأنما لا تبدو أنه إذا تكون من جروب، لكن هي بالحقيقة لا. هذا هو تكون، طريقة تكون الحبل العصبي في هذه الكائنات، وهذه مهمة. A cranial and spinal nerve connect to the central nervous system with the vagus. إذا الأعصاب القحفية والأعصاب الشوكية راح تربطن الجهاز المركزي اللي هو الدماغ والحبل الشوكي بمن؟ بالأعضاء. هذا هو الجهاز المركزي. Cranial and spinal nerve راح تربط cranial central nervous system، تربط الجهاز المركزي بال various organs of the body، في مختلف أعضاء جسم. ماكو عضو من أعضاء جسم ما يوصله تجهيز عصبي، مستحيل. The nerves along with associated، وراح ترتبط بالجانجليا، الجانجليا يعني هي الخلايا العصبية، الفلكسز الضفائر العصبية constitute، وراح تتكون لي البريفيرال نيرفس سيستم، راح تتكون الجهاز المحيطي. إذا الجهاز السنترال اللي هو الدماغ والحبل الشوكي، والبريفيرال الاعصاب مع بعضها البعض. زين، the spinal cord or the spinal nerve of the most vertebrate metametric. metametric يعني متسلسل، يعني متوائم، يعني نفس الشيء، يعني يعني متكرر، كانما تكرار. شنو معنى تكرار؟ arising on the level of each body segment، يصل الى كل اجزاء، الى كل قطعه من قطع الجسم، passing هو يعبر الى السكن والمسل، ويعبر الى الجلد والعضلات والى كل قطعه من الفيزره، الى كل قطعه من الاحشاء. 10 cranial nerves arise from the brain in fish and amphibians. 10 اعصاب
قحفية راح تطلع من دماغ الأسماك والبرمائيات، و12 من الريبتيليا والطيور والممل، وأندكستراتونيف انهاير، والكثير من الأعصاب راح تطلع بالحبلية بالفقريات المتطورة. Our spinal nerve that have become trapped within the skull. Spinal nerve، الأعصاب الشوكية راح تكون مقيدة داخل الكبجول. هذه اللي نسميها ميتامترك، يعني متسلسلة. الساتلايت كاركترز ما راح نذكرها، ماكو داعي، لان راح قد نشرحها بالجلد وغيرها بالتفصيل. الجهاز الهضمي ايضا ما راح نمر عليه، الجلد ايضا. الميتامرزم اللي هي التكرار او التعقيل او غيرها ايضا ما راح ناخذها. الريسبيراتوري ميكانيزمز من المواضيع المهمة أيضا. Most vertebrates carry on external respiration، يعني الكثير أو أغلب الvertebrates carry on external respiration، راح تكون تتنفس خارجيا. شنو معناته تتنفس الكائن خارجيا؟ Exchange of respiratory gases between animal and environment، يعني التبادل التنفسي الغازي ما بين الكائن أو الحيوان وما بين بيئته الخارجية. قد يجيك تعريف ما هو الاكسترنال ريسبيريشن، هو تبادل الغازات التنفسية بين الكائن ومحيطه الخارجي. By means of highly vascularized members derived chiefly from pharyngeal wall or floor. وهذا يعني انه تجهيز دموي. highly vascularized member يعني تجهيز دموي عالي. منين يجي هذا التجهيز؟ درايفد، يشتق بشكل رئيسي من الفرانجيال وول اور فلور، من جدار البلعوم او قاع البلعوم. وهذا طبعا بدنا نحكي بالمراحل الجنينيه. انترنال جلز ار ساتويتد ان جيل باتش، الغلاصم الداخليه ستكون مستقره في داخل الجيوب الغلصميه وتفتح إلى الخارج خلال الفتحات أو الشقوق الغلصية. هذه الانترنال جل باوتش. الانترنال جل باوتش يعني الغلاصم الداخلية اللي احنا نشوفها بالأسماك. هذه هي الغلاصم الداخلية. هذه الغلاصم الداخلية موجودة بالأسماك الاعتيادية، احنا قلنا تكون مستقرة داخل الجيوب الغلصمية وتفتح للخارج بالجلسلت، تفتح إلى الخارج بالشقوق الغلصمية. النوع الثاني من القلص اللي هي external gills develop as outgrowth from the pharyngeal arch. النوع الثاني من الغلاصم، الغلاصم الخارجية. طبعا بعض الكائنات اللي هي مثل الأنفيبية مثل البرمائيات راح تمتلك غلاصم خارجية مثل هذا الكائن. هذه هي الغلاصم الخارجية. هذه منين تنشأ؟ هذه تنشأ من الفرانجيال arch. هذا النوع كبروز أو كنوب أو كبرعم من القوس البلعومي. أما اللانكس اللي هاي طبعا نعطيها غير لون. أما اللانكس arise from mid ventral evagination of pharyngeal floor. لو تتخيل قاع البلعوم في المرحلة الجنينية راح يبرز من عنده مثل النوب أو مثل البروز نحو الخارج. هذا البروز شو نسميه؟ نسميه اللانج باد، برعم الرئة. هذا برعم الرئة بمرور مراحل التطور او تطور الكائن الجنيني او تحول الجنين الى مراحل متطورة راح ينفصل الى التجويف، الى السولوميك كافيتي، راح ينفصل الى التجويف، لكن يبقى مرتبط مع البلعوم بواسطة الاير داكت العفو. إذا اللانكس بالبداية راح تنشأ كبرعم ويبدي ينشأ وينمو البرعم إلى أن خلال المراحل الجنينية إلى أن يكتمل نموه فينفصل. وين راح ينفصل يستقر؟ راح يستقر بالسولوميك كافيتي. لكن
هذا الارتباط الرئة ما راح تنفصل وتبقى مثل كتلة بداخل الصلم، لا، وإنما راح تبقى مرتبطة بالبلعوم عن طريق القناة الهوائية الاير داكت. بس هذه الطرق اللي هي الانترنال جلس والاكسترنال جلس واللانكس هي طرق التنفس؟ لا، اكو بعد ديفايزز اخرى يستخدمها بعض الكائنات للتنفس، مثل ايش؟ مثل السكن، مثل الضفادع، يعني الجلد في الضفادع يستخدم للتنفس، ولذلك يكون رطب، قد يجي في بعض الاعين تعليل لماذا تكون جلود البرمائيات رطبة، وذلك لانها تستخدمها بالتنفس. البرمائيات تستخدم ايضا بعد وسيله اخرى للتنفس اللي هي يسمى بوكو فارانجيال لايننج، بطانه التجويف الفموي البلعومي، ايضا يستخدمها الكائن في التنفس. اما خلال المراحل الجنينيه during the embryonic life، خلال الحياه الجنينيه special extra membranic embryonic membrane، يوجد غشاء جنيني خاص. هذا الغشاء الخاص يا اما يكون تحت قشره البيضه او يكون بتماس مع رحم الام. اذا كم وسيله صارت عندنا؟ الانترنال جلز والاكسترنال جلز واللانج السكن والبوكوفارانجيال لايننج والاكسترا امبريونيك مبرين. هذه كلها، هذا من اهم الاسئله اللي قد تجيك بالامتحان. ليز ذا ديفايس اوف ريسبيريشن ان فيرتبرات، فانت تجاوب على هذا السؤال بهذه الطريقه. سيلم التجاويف الجسمية. Like many invertebrate, vertebrate are bulb like tube within a tube. يعني مثل الحبل الفقريات حالها من حال اللافقريات، أيضا عبارة عن tube within a tube. يعني شنو tube within a tube؟ يعني القناة الهضمية اللي هي بشكل tube داخل tube الجسم أو داخل تجويف الجسمي، فتكون كأنما أنبوب داخل. Having a solum between or coelom between body wall and digestive tube. إذا تحتوي على فراغ أو تجويف ما بين جدار الجسم والقناة الهضمية. هذا السيلم is divided in fish and amphibia and many reptile into the pericardial cavity housing the heart and the pleuroperitoneal cavity housing the most other vessels. في الأسماك، في البرمائيات وفي الزواحف، هذا البر راح يكون عندي تجويفين، تجويف جسمي محيط بالقلب نسميه البريكارديال كافيتي، والتجويف الثاني بلوروبريتونيال كافيتي، التجويف الجنبي المساريقي اللي يحيط به من هذا، راح يحيط بالأحشاء من ضمنها الرئة. إذا هذا سؤال جدا مهم، نقول لك describe the coelom in the vertebrate، فأنت راح تبدي تقسمها، تقول الأسماك والبرمائيات والكثير من الزواحف راح يكون عندها فقط تجويفين، يعني تجويف حول القلب pericardial cavity housing the heart and pleuroperitoneal cavity housing the most visceral، يحتوي معظم الأحشاء إضافة إلى الرئة. ننتقل إلى الحيوانات الأكثر تطوراً، أو خلينا نكمل الموضوع. The pericardial and the pleuroperitoneal cavity are separated by fibrous transverse septum. هذا التجويف القلبي راح ينفصل عن التجويف الجنبي البريتوني بواسطة fibrous transverse septum، بواسطة حاجز ليفي مستعرض. حاجز ليفي مستعرض. هذا هو، هاي هي الأسماك وهذه هي الأمفيبيا، وممكن حتى هي تشبه الرتالية. عندها هذا البريكارديال كافيتي اللي هاوسينج ذا هارت، وهنا البلورو يعني جنب، دائما غشاء الجنب خلي ببالك يحيط بالرئتين أو هاوسينج ذا لانج. بلورو بريتونيال يعني التجويف الجنبي المساريقي، فبما انه جنبي مساريقي اذا يحيط بالمساريق، عادة تحيط بالفيزيرا، تحيط بالاحشاء، والبلورال بمن تحيط؟ تحيط بالرئة. فبلورو
بلورو بيريتونيال يعني يحيط بالأحشاء إضافة إلى الرئة، وهذا راح نشوفه بالكائنات الآنفة الذكر. شنو اللي راح يفصل ما بين هذا وهذا؟ راح يفصل ترانسفير سيبتم، ترانسفير فايبرس سيبتم، حاجز ليفي مستعرض. هذه بهذه الكائنات. راح ننتقل للكائنات الأكثر تطورا اللي هي قد تكون الطيور والزواحف اللي تكون أكثر تطورا، أو اللي يسموها المودرن ريبتيليا، وأضف إلى الماملين اللي هي قمة التطور. راح يكون عندها، راح يكون عندها بيريكارديال، أول تجويف هو البيريكارديال اللي هاوسينج ذا هارت، وبلورو كافيتي اللي يحيط بالرئة، والبيريتونيال، بيريتونيال اللي يحيط بالفيزيرا. إذن هنا ثلاثة، هذه الثلاثة قلنا بالطيور والزواحف واللبائن، لكن أكو فرق. The male and many male of mammals caudal out pocketing of the coelom، راح تطلع إلى الخارج، راح السلم أو هذا السيلم راح يطلع للخارج حتى يكون لي تجويف رابع. بس المن يحيط، يحيط بالتيستس، يسموه كيس الصفن، اللي هو يحيط بالصفن. اللي تعرفون إذا سألناك هنا، طبعا جدا مهم هذا السؤال، وأكيد يجي بالامتحان بإذن الله، أنه ليست ذا سيلم ان ذا فيرتبرايت، فتبدي تعدد تقول بالأنفيبيا والأسماك، فقط بالأنفيبيا والأسماك والبريميتيف ريبتيليا هو فقط تجويفين، البيريكارديال والبلورال. البلورال بيريتونيال يفصل ما بين الاثنين، ترانسفير فايبرس ترانسفير سيبتم. أما إذا جيني للكائنات الأكثر تطورا فرح يصيرون ثلاثة، اللي هما منه بيريكارديال وبلورال وفيزيرال، اللي هو البيريتونيال اللي يحيط بالفيزيرال. اما اذا جينا للميل اوف ماملين راح نضاف لهم رابع اللي هو نسميه. هذا فيما يتعلق بالمادة، البقية كلها ترك، يوروجينيتال والدايجستيف وغيرها كلها راح نتركها، والسنس والسيركيولاتوري سيستم. هنا السمري ممكن تطلعون عليه، شوفون بيه الاشياء المهمة، تراجعون بيه اللي انتو حفظتوه. ارجو ان تكون المحاضرة واضحة. بالنسبة للهومورك إن شاء الله يتم تسليمه عن طريق الكلاس روم، تكتب اسمك، تكتب الحل في ورقة، سجل عليها اسمك، شعبتك وجروبك ودراستك، وترفق لي بالصف بالبوست اللي راح أعده لهذا المحاضرة. وأشكر استماعكم. أي سؤال أو استفسار ممكن تواصلوني على الجروب بالتليجرام.